انتي كيسرى طبعا العالم كله ممكن يقول عارفك وعارف الموهبه وعارف انتي مين وعملتي ايه وكل ده، انتي وانتي صغيره كنتي حاسه ان عندك حاجه غير عاديه ان انا هطلع يعني ممثله؟ لا او هتطلعي اي حاجه، عايزه تقولي حاجه، حاسه بحاجه، حاسه بحاجه مختلفه عن الناس اللي كانوا معاكي في المدرسه. هي زينب زكي موجوده مش كده؟ كانت معاكي في المدرسه في الانجليش سكول، كنت حاسه انت عمرك فكرتي ان انا ممكن ابقى ممثله؟ لا لا انا كنت حاسه بحاجه. يعني بصي انا زمان لما كان حد يسالني اقول انا نفسي اطلع دكتور، بعد ما شويه قلت انا عايزه ابقى في السلك السياسي، وانا مش فاهمه الكلمه خالص، مش فاهمها خالص. السلك السياسي اوكي عجبتني. وبعدين اكتشفت ان انا عايزه اطلع ممثله، لان التمثيل بيديكي كل الوشوش اللي ممكن تقومي بيها في حياتك. لا ده اكتشفتيه امتى؟ كان عندك كام سنه؟ لا انا الحكايه بدات ازاي؟ لا لا انا لما كنت بطلب حاجه مثلا من مامي او من ستو او كده، لا تقولي ها هتبتدي تمثلي بقى عليا علشان تاخدي اللي انت عايزاه. هم اللي كانوا شايفين ده، ويمكن دي اللي خلت الحته دي تفضل هنا في الباك جراوند بتاع دماغي، ان انا بمثل او ممكن امثل او بقلد كل الناس. طب حصل ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ اول حاجه حصلت خليتك تخشي في المجال ده او يحصل شفت؟ لا كان في المعمورة كان عندي 17 سنة، كنت مع والدي في العربية، كان عندنا بيت صغيرة كده، وشفت إكرانات وناس وببص لقيت سعاد حسني قدامي، قلت يا لهوي إيه ده؟ وسعاد لما تشوفيها تحس إن في المصدين بيبرقوا في عينيها. ده كنتوا فين بقى؟ في المعموره. في المعموره اه هي كانت بتعمل لا واحنا ماشيين، عارفه المشهد بيظهر كده قدامي، فانا كلمت ربنا قلت يا هاي يوم ممكن اكون انا زيها. والله دي اللحظه اللي انا حلمت بيها. يعني هي اللي الهمتك سعاد حسني؟ هي اللي الهمتك، هي اللي خلتك نفسك تعملي حاجه زيها اللحظه دي؟ الكادر ده اللي حصل ايه بعديها بقى؟ عملتي ايه؟ استاذ عبد الحليم نصر سمع عني ووداني عنده وقعدني، وانت عارفه هو كان اهم مصور يعني في الوقت ده، فقعدني كده في، وكان هو والاستاذ تكفر انتونيان والاستاذ حسين الصباح، قعدني واخد هول سيركل حواليا علشان يشوف زوايا وشي. قال لي انا هديكي اول بطوله، طبعا ما كنتش مصدقه روحي قدامي فعلا. بطوله من اول شغل عملتيه؟ انا خدت بطوله من اول فيلم عملته، وعملت 20 فيلم ما نزلوش، فكانوا مسميني النجمه المعلبه زي السردين كده. والله العظيم. عايزه تقولي اول 20 فيلم عملتيهم؟ اول 20 فيلم ايه ده؟ دي جامده جدا عشان تعرفي ان انا كنت معلقة. علاء كركوتي سمعت عندك المعلومه دي؟ انت الانسايكلوبيديا كان عندك المعلومه دي؟ طيب ماشي. ف 20 فيلم وبقيت اقول ايه؟ وانا يعني طب انا هعمل افلام وتتحط في العلب ومحدش عارف. بس لا 20 فيلم يعني دي، بس الافلام كانت بتتعمل بسرعه شويه وقتها طبعا، يعني شهرين ثلاثه حاجات كده. فيعني عدتي كام سنه؟ كنت باخد 5 6 افلام في اليوم، اروح الاوردر ده في الاوردر ده وفي اروح لما ايوه 5. لا بس الدنيا ما كانتش بتتعمل كده في الاول. لا انت ما كنتيش موجود، ما كنتش اتولدت صح. لا كنا بنعمل 5 6 افلام في السنه، واخش من الاوردر ده اخرج للاوردر ده كده، واقول لهم انا اسمي ايه هنا؟ منى. طب اوكي. ومين المنتجين بقى اللي اشتغلتي معاهم في البدايات؟ كلهم كلهم الا استاذ رمسيس.